بمشاركة وفد روسي كبير، بدأ اليوم الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة البلاد، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق. مما لا شك فيه أن التحسن الكبير بالأوضاع الأمنية على الأراضي السورية وجهود الدولة السورية وسعيها لتأمين المتطلبات والمستلزمات لمواطنيها والجهود المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لعودة المهجرين ساهم بالعودة الطوعية والآمنة للملايين من المهجرين داخليا ومئات الآلاف من المهجرين خارجيا. وعلى الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت الدولة السورية كافة الإجراءات والترتيبات التي شكلت أساساً مهماً لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعودة وتأمين سبل العيش الكريم من إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المهجرين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الآمنة بعد تحريرها. نحن في سوريا لا نريد أن يبقى مهجر واحد في أي جزء من العالم، وسوريا حكومة ودولة وشعبا يرحبون بعودة هؤلاء، لكن في الحقيقة من يعيق هؤلاء من العودة إلى بلدانهم؟ أن يقال أن سوريا لم تتخذ كل الإجراءات فهذا حديث بعيد عن الواقعية وعن المعقولية حتى، لأن سوريا تقوم بكل شيء. لكن كيف يمكن لسوريا وللمنظمات الدولية الداعمة التفكير بعودة هؤلاء وهذا الشعب يخضع لأكبر حصار دولي في تاريخ الإنسانية؟ هذه الإجراءات أحادية الجانب والقسرية على سوريا هي التي تمنع المواطنين السوريين من العودة. نسعى لتعزيز جهود المجتمع الدولي بأسره لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومساعدة الحكومة في تهيئة ظروف لائقة لعودة السوريين إلى مناطقهم، ونرفض التدابير التقييدية الغربية المفروضة على سوريا التي تعيق إعادة إعمار البلاد، والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية الذي يحول دون استقرار الأوضاع في المناطق التي تنتشر فيها. الأولوية اليوم هي لإعادة سوريا إلى الحياة الطبيعية وإعادة إعمار الاقتصاد وخلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، ويجب وضع حد للعقوبات الجماعية ضد الشعب السوري واتخاذ خطوات محددة وفعالة من أجل حل مشكلة اللاجئين السوريين التي تتصف بالطبيعة الإنسانية الصرفة في أسرع وقت ممكن. هناك جهود مشتركة تقودها سوريا وروسيا للمساعدة على عودة اللاجئين والنازحين السوريين، ونأسف لمحاولات بعض الدول التقليل من أهمية المبادرة في هذا المجال أو تشويه صورتها في نظر المجتمع الدولي.